يبدو أن بعض طلاب الحقوق في جامعة كولومبيا الأمريكية معاقبون هذه السنة. 13 قاضياً اتحادياً من المحافظين دخلوا على خط المواجهة بعدما أعلنوا رفضهم تدريبهم أو تعيينهم رداً على الاحتجاجات المندلعة في أمريكا تضامناً مع فلسطين، معللين السبب بطريقة تعامل إدارة الجامعة مع التظاهرات التي وصفوها في قرارهم بأنها حاضنة للتعصب. الأساتذة والإداريون على حد سواء هم في مقدمة اضطرابات الحرم الجامعي، ما يشجع الانتشار الخبيث لمعاداة السامية والتعصب. إدارة كلية الحقوق بالجامعة المرموقة في منهاتن سندت طلابها وردت على القضاء، مؤكدة أن خريجيها مطلوبون للعمل باستمرار ومن كبرى الشركات. إن خريجي كلية الحقوق بجامعة كولومبيا مطلوبون للعمل باستمرار من قبل كبرى الشركات في القطاعين الخاص والعام. ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في جامعات أمريكية عدة وتتوسع إلى دول أخرى. احتجاجات شهدت اشتباكات مع الشرطة وعمليات اعتقال للطلبة والأساتذة، فصل منهم الكثيرون وألغيت للبعض حفلات للتخرج، لكنهم مستمرون في اعتصاماتهم ومتمسكون في مطالبهم بسحب الاستثمارات الداعمة لإسرائيل ووقف الحرب على غزة.